هلو واضح، أنا بولا يعقوبيان. هيدي الحملة اللي بتساعد مئات آلاف العيال اللبنانية اللي هي بحاجة. هلو واضح، أنا تهاني أحد منظمين حملة دفا. نحن عم نعمل هيدي الحملة كرمال نساعد كل المحتاجين على الأراضي اللبنانية، لانه لقينا انه دولتنا ما عم تعمل شيء. قلنا نحن بنتساعد، الناس من الناس الفقيره للناس الفقيره، لحتى نقدر نوصل صوتنا انه بعده لبنان بقلب خير. هيدي خطوه انسانيه تنساعد بعضنا البعض بهالازمه اللي نحن موجودين فيها، وان شاء الله نخلص بالسلامه. اليوم الحاجة كتير كبيرة للأكل، الحاجة كتير كبيرة للدواء. اللبناني كتير اليوم واقع بضيقة الجوع، ضيقة الفقر. العالم بحاجة، للعالم الفقيرة. احنا عم نقدم مبادرة فردية، وقد ما فينا عم نحاول نساعد، لأنه الوضع الاقتصادي كتير صعب، والعالم في ناس كتير من الناس مش عم تقدر تلاقي ربطة خبز ببيتها. نحن عم نطبخ، يلي ما عم يقدر يجي عم نبعث له على بيوته. في من ناس بوقتهم، بمصرياتهم، باشياء عندهم، بمهاره عندهم اياها، لحتى نكون عم نقدر عن جد ندعم هالعيال بهيدي المرحله الصعبه، واكيد نكون عم نعمل فرق بالمجتمع اللي نحن عم نعيش فيه.